اصطف اللبنانيون في طوابير طويلة أمام محل خاص ببيع المثلجات في بيروت لشراء ما يصفها البعض بأفضل بوضة في المدينة. ويعمل العم موسى متري مع والدته المسنة في صناعة البوضة الشهيرة، وتساعدهما في العمل زوجته سميرة وأحد العمال في بعض الأحيان. ولا تقتصر منتجات المحل على الآيس كريم فقط، بل يقدم للزبائن أيضا الحلوى اللبنانية والفاكهة المجففة وأنواع مختلفة من الكعك والمعجنات لتزين بها موائد الإفطار.